أيضا أيها الأحبة، مراعاة الكفاءة بين الزوجين في الدين والخلق والمستوى المعيشي والمستوى العلمي. الكفاءة أمر ضروري، أمر أساسي، وعدم الكفاءة يا ما أجلب من تفكك وتصدع ثم دمار ثم انهيار لهذه الأسر. كن كفاءة. ما هو رجل شاب تقي دين يزوج إنسانة غير ملتزمة لا تعرف شيء؟ لا يمكن أن يكون هناك لقاء. يقول لك أصلحها، إذا وجدت الكفء له من التقيات فهي أولى، فإن لم يوجد نقول بارك الله بك، خذها إن كنت قادر على الإصلاح، هذا ما أفسدته هي. يعني كل واحد قادر على عملية أن يغير الآخر. الكفاءة في الأخلاق، فتاة رقيقة لطيفة نقية كأنها الظل يسير ويمشي، وشاب جلف غليظ الطباع سيء الأخلاق تزوج هذه لهذا، كيف يمكن أن يؤدم بينهما؟ لا تبحث عن أخلاقه، تسأل عنه، تراقبه، أنت كأب تراقبه، حط عليه من يراقبه في الليل والنهار حتى تعرف كيف يتعامل مع الناس، وضعه في بيته، مع أقرانه، في دراسته، لا تعطى. وكذلك العكس، شاب رقيق لطيف مهذب أديب حبيب يزوج لواحدة سيئة الأخلاق بذيئة اللسان تماما، لا تراعي حرمة ولا تعرف قدرة، هذه أيضا مشكلة. الكفاءة، الكفاءة في المستوى الاجتماعي المعيشي، أنا أرى أنه غالبا فنزوج من مستوياتنا الاجتماعية. الأغنياء يأخذ من الأغنياء والفقراء يأخذ من الفقراء، هذا أنا أرى الأصلح والأدوم، لأن انعدام الكفاءة يدفع أن المرأة قد تتعالى، المرأة الغنية تتعالى على الزوج الفقير، وهذا يؤدي إلى نفور نفسي وكراهية، أو العكس، الشاب الفقير لا يستطيع أن يتأقلم مع حياة المرأة ونظام، ولا يؤمن لها كل مطالبها، هي متعودة على مستوى معيشي في لباسها في مطعمها في نومها في حاجياتها، وهذا رزق وسع الله، رفعنا بعضكم فوق بعض لنبلوكم فيما أتيناكم. يعني هذا التفاوت ما هو معيب، ليس معيب أبدا، ونعوذ بالله من غنى يطغينا أو من فقر يردينا، نعوذ بالله، لكن فلنركز على قضية الكفاءة قدر الإمكان. أيضا الكفاءة في المستوى العلمي، تصور أني يعني شاب لا يعمل الابتدائية يزوج لخريج الجامعة تماما، مستواها ثقافتها خلفيتها، وهذا لا يملك كل هذا، فلا يمكن أن تتلاقى العقول ولا أن تجتمع الأفكار، والعكس بالعكس، يجب أن نراعي قدر الإمكان هذه الكفاءة العلمية. دائما أنا أحرص أن يكون، إذا كان بيكون في خلل في الكفاءة العلمية، أن تكون المستوى العلمي للرجل أعلى من المرأة، هذا أصل من أصول الاستمرار، لأن الرجل بالأصل له ميزة القوامة، فإذا كان أيضا له ميزة الامتياز بالمستوى العلمي هو أقدر على الضبط والأقدر على حماية الأسرة من التصدع والتفكك.